بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. النهاردة هناخد مراجعة كتاب مرسي، ومنزل مراجعة جميلة كالعادة اللي هي مراجعة ليلة الامتحان. وطبعا أول حاجة عندنا القطع. القطعة الأولانية بتقول جان إيه إلاف ولوسي أوبرا، يعني جان تلميذ في مدرسة أوبرا. أباري في باري إلين بكو سان لسي، بيحب كتير مدرسته. إل فا سان جور بار سومي، هو يذهب 5 أيام أسبوعيا. سيتان غارسون سوبور ديناميك، إنه فتى رائع جدا أو نشيط جدا يعني. لو باسكيت إي سون سبور بريفيري، الباسكيت هو رياضته المفضلة. بندون لا ريكرياسيون، أثناء الفسحة. إل باغلي بوكو أفيك سي كوبان، هو يتحدث كثيرا مع أصدقائه. الويكند في عطلة نهاية الأسبوع، سي لو سامدي لو ديمونش، إنها السبت والحد. الريستا لا ميزون، بيبقى في المنزل افيك سي بارو مع والديه. بور لي ريغارد لا تلفزيون، ليقرأ ويشاهد التلفزيون. السيغ في السيغ انترنت افيك سي كوبان، هو يتصفح على الانترنت مع أصدقائه. إيطاليا الإيطاليين، في أول جملة عندنا هنا زي ما أنتم شايفين بيسألني سؤال صغير وبيقول لي إيه. بيقول لي سيدو كومو بالو دون إليف، تتحدث عن تلميذ. طبعا ده تلميذ فرنسي، فرنسي ماشي. أباري في باريس، طبعا هو بيذهب المدرسة يتكلم وهكذا. طيب جان اي بافار، لانه بيتكلم كتير مع اصدقائه. جان بريفير، بيفضل لو باسكت طبعا. لو فوندردي يوم الجمعه، جان بيذهب الى المدرسه طبعا اوليسي، لان جان عنده عطله نهايه الاسبوع يوم السبت والحد فقط. في القطعه الثانيه مكتوب سالي مواجه موبيل شادي، انا اسمي شادي. سمير جابيت افيك مون بير، انا بسكن مع والدي. ما مير والدتي، مون فرير اخي علي، اي ما سور واختي طبعا منى. نو زابيتو دون زان كارتير كالم، نسكن في حي هادئ. لو فلور اسمه يعني الزهور. مون اونكل عمر، عمي عمر، ابي ديفون اونتر ميزون، يسكن امام منزلنا. افيك سي دو في، مع بنتي ريناد وروزا. ال سون جمال، هم توام. جيم بيكو مون جران بير، انا بحب كتير جدي طبعا فريد، جدي فريد. إما جراند مير سلوى، وجدتي سلوى. إلزون دي فيزاج روند، هم يمتلكون وجها دائريا وبيرن أمحي. إلزون دي شوفون، وشعرهم أسمر وعنيهم صغيرة وعسلي. شادي بريزونت صفامي، طبعا شادي بيقدم عيلته. أخو شادي اسمه علي طبعا، علي. ريناد ايه لو شادي، ريناد بتكون ايه طبعا. لا كوزين دو شادي، بنت عم شادي. لجران بارون دو شادي، اون دو شوفو نواغ، عندهم شعر اسمر طبعا على حسب القطعة اللي قدام. القطعة اللي بعدها خالد بي مونيكول إسامبا، مدرستي بتكون لطيفة. إلي كوغ سون انتريسان، والحصص بتكون شيقة. لي بروفيسور سون سامبا، والمدرسين بيكونوا لطاف. ولسي في المدرسة، جيم لو جودي، انا بحب يوم الخميس. كار جي دو زير دو اي بي اس، لان عندي حصتين تربية رياضية. ماروا بتقول الي كول في المدرسة، اليا بوكو دفار، يوجد كثير من الاشياء. جي سات كور، انا عندي 7 حصص برجور يوميا. جي بوكو دو دوفوار، ولدي كثيرا من الواجبات. على ميزون في المنزل، اني ابا دو تران دو سبور، ما فيش ملعب رياضي. سيلمون فقط ان بيتيت كور دو ريكرياسيون، فناء صغير للفسحة. فسحة كلمة ريكرياسيون. لا جورني سكولير، اليوم الدراسي. سي جينيال، انه رائع. بندول الوزير، اثناء اوقات الفراغ في بوكو داكتيفيتي، بنعمل كثير من الانشطه سبورتيف الرياضيه. اون بارل افيك لي بروفيسور، نتحدث مع المدرسين. او سيرفير سير انترنت، او التصفح على الانترنت. فاول سؤال هنا بيقول له بير دو مروه، والد مروه اسمه ايه؟ مش عارفين، مش مشكله. ده منتدى عن ايه؟ طبعا عن المدرسه، عن المدرسه. بيتكلموا عن المدرسة وبيعملوا ايه فيها، وطبعا ده بيتكلم عن برضو اليوم الدراسي، يبقى كده بيتكلموا اساسا عن المدرسة. يبقى هناخد لوسي المدرسة الثانوي. بعدها دون لوسي، مروة عندها ايه في المدرسة؟ عندها كور فناء للفسحة، ده الموجود عندها وده اللي قالت لنا عليه.
طيب بعدها أحمد بيحب، طبعا أحمد عندنا بيحب قراءة روايات، أعتقد ده لأن هو قال لي إن أنا طبعا بحب الأنشطة الرياضية وبتصفح على الإنترنت، يبقى هو بيحب الأنشطة الرياضية أو التصفح على الإنترنت، يبقى هناخد سيرفير سير إنترنت يعني التصفح على الإنترنت. الجملة اللي بعدها عندنا بيقول تصيغ أختك تي دي موند بتسألك لا ماتير بريفري عن المادة المفضلة كاسكتي دي ماذا أنت تقول؟ أنت هتقول إيه بقى لو أختك سألتك عن المادة المفضلة بالنسبة لك؟ طبعا هنا هناخد، طبعا انا بعشق الفرنساوي وبفضل الجغرافيا، لكن بتكلم فرنساوي وبحب مدرسيني وعندي صديق فرنسي، مش هتبقى مناسبة للموقف ده. طون بروفيسور مدرسك تي دي موند بيسألك كال سون لي زوبجي دو لا كلاس، ايه الاشياء الموجودة في الفصل؟ فانت بتقول ممكن اورلوج، ساعة حائط، ممكن عندنا مكتب. لكن السي دي اي مكتبة الوثائق والمعرفة دي صعبة شوية انها تبقى موجودة في الفصل، والفناء والكانتين برضو صعب كتير جدا. تون امي صديقك تي دي موند بيسألك اكيلور تاريف لو سي، يعني في اي ساعة انت تتصل الى المدرسة كاسكتي دي؟ هتقول له طبعا الساعة 8، لا ولا انها الساعة الواحدة، ولا الساعة ده ميعاد الوجبة، ولا في الساعة الثامنة ودي اللي هاخدها، وبصل المدرسة في الساعة 8 بالظبط، يبقى هاخد الاثنين دول هم اللي انا هأشر عليهم. في الجملة اللي بعدها رقم 4 تي دي موند تون كوبان، يعني انت بتسأل صديقك كومبيان دكور الى لو جودي، يعني كم حصه لديه يوم الخميس؟ هو هيقول مادتي المفضله بتكون الرياضيات، ولا حصتين رياضيات وثلاث حصص فرنساوي، ولا يوم الخميس انا بذهب للنادي مع اصدقائي، ولا الفسحه بتبتدي الساعه 11، ولا انا عندي طبعا خمس حصص يوم الخميس، فهنختار طبعا نمرو بي. طب تيتسير اختك الصغيره تي دي موند بتسالك سي كوا لو ديكسيونير، ايه هو القاموس؟ فانت بتقول لها ده يوم من ايام الاسبوع، ولا كتاب فرنساوي، ولا كتاب بيعطي تعريفات، دي هتبقى سليمه، ولا كتاب بيعطي ترجمات، دي هتبقى سليمه، ولا ماده دراسيه. في بعض رقم 6 تي دي موند تون امي، انت بتسال صديقك لو نومبر دو تران ولو سي، عن عدد الملاعب في المدرسه الثانوي كاسكتي دي ماذا تقول؟ بتقول يوجد صالتين في الفصل، صالتين للفصل يعني فصلين، ولا يوجد 12 مدرس، ولا يوجد ملعب واحد بس، ولا اربع ملاعب رياضيه، ولا يوجد 30 تلميذ في الفصل. في الجملة اللي بعدها بتقول تون امي صديقك تي دي موند بيسألك كلي تون جور بريفري، ايه يومك المفضل؟ فانت بتقول له يوم الخميس طبعا، مش هتقول له المقلمة، مش هتقول له الرياضيات، مش هتقول له نوفمبر، بس ممكن تقول له لو جودي يوم الخميس. تي دي موند تون كوبا، انت بتسأل زميلك عن الساعة، فهو بيقول لك اسيتير دو ماتان، في السابعة صباحا، ده ميعاد مش سؤال عن الساعة، انا بذهب للنادي في الساعة 11:30، الساعة 10:15 ده دي زيغيكار، وإلي ستاغ دو ماتان يعني الساعة 7 صباحا، أما الأخيرة دي معناها الحصة الأولى بتبتدي الساعة 8. في الجملة رقم 9 بنقوله تي تنفورم، أنت بتستعلم تي تنفورم سيغ لي زوبجي دون لو سنتر دو دوكومونتاسيون دون فورماسيون، يعني انت بتسلم على الاشياء الموجوده في المركز بتاع الوثائق والمعلومات كاسكتي دي ماذا تقول؟ تقول يوجد ايه في السي دي اي، ماذا يوجد في المطعم دي مش هتمشي، ماذا يوجد في صاله الالعاب مش هتمشي، ايه الحاجات او الاشياء الموجوده في اللي بنجدها في السي دي اي دي سليمه، ماذا يوجد في المدرسه؟ يبقى احنا هنختار و سي و دي. تون بير والدك تي دي موند بيسألك او تي فا بور مانجي او لو سي، اين تذهب لتأكل في المدرسة؟ فانت بتقول جي في على كونتين صحيحة، وجي في او سيلف سيرفيس صحيحة، لان النادي طبعا لا، والسي دي اي دي لا، وصالة الالعاب لا طبعا. تون امي تي دي موند صديقك بيسألك كال بارتي دي كور اون اتيليز بور مانجي، يعني ايه الجزء من الجسم اللي بنستخدمه عشان ناكل؟ طبعا اللسان ممكن، والبوش ممكن، لكن الانف طبعا لا، واليد لا، وال ال ايه الجزء اللي عشان ناكل؟ بوش واللونج، لونج بنتذوق باللونج والبوش الفم.
ممكن جينات عشان نمسك الاشياء يعني. في اللونج طبعا لحركه الاكل والاكل نفسه. تون امي تي دي موند، انت صديقك بيسالك دو ديكرير تومبير ان تصف والدك، فانت هتقول ايه؟ طبعا في وصف الوالد انا هقول هو عنده 40 سنه، ده سن والدي، بيحب الرياضه ولا هو رشيق، ولا والدي بيكون طبيب ولا هو طويل. طبعا للوصف هاخد صفتين من اللي هم بتوع الوصف الجسماني. اختك رياضيه، فانت بتقول طبعا هي بتذهب للسي دي، ولا بتذهب للمدرسه، ولا بتعشق كره القدم تمشي دي، ولا هي بتحب الباتانا جلاس. طبعا بدور على حاجات تبع الرياضه، لان الاس في تي دي ماده علوم الحياه والارض اللي هي الاحياء يعني تعادل البيولوجي. طبعا مين صديقك تي دي موندو بيسالك سيكوتي في بين دولي فاكونس، ماذا تفعل اثناء الاجازه، كاسكي تي دي ماذا تقول؟ تروح المدرسة، ولا بتستمع الأغاني المفضلة ممكن دي تمشي، ولا بتكره كرة القدم، ولا بتذهب إلى الجبل، صحيح، ولا بحب الأجازة. طبعا هو سألني عن ماذا تفعل في الأجازة، فهقول على حاجات وأنشطة أنا بعملها. طبعا في رقم 15 تي دي موندا تون كاميغاد، انت بتسأل صديقك كي سون لي بارون دو تامير، من يكون والدي والدتك؟ دول طبعا بيبقوا أجدادي، فطبعا هو سيمون جرومبير جدي، او سيما جرون مير جدتي، مش طنط طبعا، ولا فرير اخ، ولا بير اب، لان انا بسال عن والدي والدتي. اون كلاس في الفصل تي تروف، انت واجهت تون استيلون، واجهت القلم، فهتقول ايه كلمه استيلو ده؟ ايه يعني الكتابه بتاعتها مش مظبوطه؟ فاحنا طبعا هي مكتوبه صح هنا، ما فيهاش مشكله. هتقول انا معايا قلم اسمر، ولا هو ملكي، ولا هو ملكي، ولا انه ملكك، ماشي، ولا سيمون ستيلو ده قلمي، ولا سيتان ستيلو بلو، انه قلم ايه؟ قلم. طبعا انت وجدت قلمك انت، فدول ده بتاعي او ده ملكي، انه ملكي، يعني هتدي الملكيه ليك انت طبعا عشان هو قالك ده بتاعه. تيدي تونامي تيدي موند، يعني صديقك بيسالك لو سبور بريفيري دو تون جرون بير، يعني الرياضه المفضله لجدك، كاسكتي دي، ماذا انت تقول؟ طبعا هقول هو نظاراته حمراء، ولا السباحه بتكون رياضه، ولا السكات والناتاسيون، ولا والدي بيكون جدي بيكون لطيف، ولا هو بيحب التنس. طبعا السكات والناتاسيون هتكلم عنه، بيحب السكات التزلج والسباحه، وبيحب التنس طبعا على اساس الجمله عندك. تونامي تيدي موند، صديقك بيسالك لو كوزان سيكي، ايه هو مين هو الكوزان اللي هو ابن العم؟ هقول له فيس دو ما تونت، يعني ده هو ابن عمتي، داكور، او لو فيس دو مون جرون بير، ابن جدي، لا، ولا لو فيس دو مون اونكل، دي صحيحه طبعا، ولا والد والدي طبعا، ولا ابن سي لو فيس دو ما تونت، سي لو فيس دو ما تونت، سي لو فيس دو ما تونت. جميل جدا. في اخطاء كتير في الطبعه دي بدات تظهر كده، يعني في حوالي 3 اخطاء قبلونا اهو، وده لو حاجه خاصه بالطباعه. تي دي كري ليلانات، يعني انت تصف نظرات صديقتك، فبتقول ال سون بلي، هي زرقاء، نظرات دي زرقاء، و ال الي سامبا، هي لطيفه، والي لي شوفو نوار، شعرها اسمر، ال سون بلوند، هما شو، وهي بترتدي نظارات روج حمراء. تي دي موندا تونا مين، انت بتسال صديقك لو نومبر دو سيسور، عن عدد اخواته البنات، فهو بيقول لك انا عندي 3، او بيقول انا ما عنديش اساسا اخوات بنات خالص. تي انديك لي بارتي دو لوسي، انت بتشير لاجزاء المدرسه، فبتقول طبعا 30 فصل، دي مظبوطه، ملعبين مظبوطه، لكن كتب وطبعا قصص مصوره وغرفه ومكتب، دول طبعا مش تبع المدرسه. في 22 تي دي كري، انت تصف لو سي دي اي، مكتبه الوثائق بتاعت مدرستك، فبتقول هي مرتبه، دي صحيحه، وهي جران، دي كبيره. صغيره طبعا مؤنث مش هتبقى ماشيه، ذكي وسوسيابل، دول صفات للاشخاص. تي دي موندا تونا مي، انت بتسال صديقك لور، عن الساعه، عن عايز، بتقول له لير سيلتو بلاي، الساعه كام، او كيلير تيل، ودول سؤالين مشهورين طبعا انت خدتهم واكيد حافظهم كويس. تي بارل دو تونوم بلوا دو تون، انت بتتحدث عن جدول مواعيدك في المدرسه، فبتقول طبعا انا عندي رياضيات في الساعه 9، وبتقول انا عندي 6 حصص النهارده، مش هتقول طبعا انا بمارس السباحه، مش هتقول انا بذهب الى السينما، لان انت بتتكلم عن جدول الايه، المواعيد بتاعتك. رقم 25 تي تروف انتروس، يعني انت وجدت مقلمه، في مقلمه انت لقيت اون كلاس في الفصل.
كاسكتي دي ماذا تقول؟ لمن هذه المقلمة؟ سو لاتروس دوكي دي بتاعت مين؟ وبتقول لاتروس سكوا تيا انتروس سي اكي انها لمن؟ يعني لان المقلمة بتكون اي شيء مش هي، وتيا انتروس يعني انت بتمتلك مقلمة. تي تنفورم انت بتستعلم سيغ لو نومبر دو بروفيسور دو بيرسون دون لا فامي، يعني عدد الاشخاص في الاسره. كاسكتي دي كم كتاب لديك؟ انت بتسكن مع عائله، يوجد كم شخص في عائلتك؟ دي اللي هتبقى صحيحه. وكم من الاشخاص عائلتك تملك؟ دي صحيحه. تي بارل دو تي لوازير، انت تتحدث عن اوقات فراغك. كاسكتي دي ماذا انت تقول؟ بتقول انا بلعب العاب فيديو وبذهب الى الباتيناج ساحه التزلج. مش هتقول عيلتي كبيره ولا عندي اصدقاء في المدرسه ولا عندي حصص رياضيات. تي دي موندا، انت تسال اتونامي صديقك بوركوا ايل فا او لسي، لماذا هو يذهب الى المدرسه؟ او سي دي اي باردون، هنا سي دي اي زي ما انتم شايفينها. فلماذا تذهب الى سي دي اي؟ طبعا بور سيرفير سير انترنت، للتصفح على الانترنت، دي هتبقى صحيحه. لقراءه روايه، دي صحيحه. اما التزلج والسباحه والاكل، دي هتبقى غير صحيحه. لو متساعد يريمون، يعني طبيب يسالك تيا مال، او تيا مال اين انت تشتكي من الالم او اين الالم لديك؟ فبتقول له ما جومب مي في مال، يعني ساقي تؤلمني، فهاخد دي طبيعي، ساقي تؤلمني. وحناخد انا عندي الم في البطن طبعا، لان انا مش هقول عندي اتنين يد، هو عنده الم، هو ما بياكلش كويس. انت بتشيل عدد الاشخاص في اسرتك، يوجد 8 اشخاص، دي صحيحه. واسرتي بتتكون من 6 اشخاص، او هي بتتكون من 6 اشخاص. هنا بقى اسئله القواعد. هنا ليزيليف التلاميذ فون او سي، طبعا دي واضحه قوي قدامي ان انا هاخد فون على اساس ان التلاميذ هنا بتعادل الضمير الى بيك اس، وده تصريف فيرب عليه. سي سي دي ايه تال، يعني السي دي هي دي بتاعتك، الاسطوانه دي بتاعتك، بتكون ملكك، فهاخد ايه وبعدين اقل لها ملكها، ملكها هي. تطلع فامي، كلمة تطلع فامي بتعادل هي، فهناخد ظا هنا طبعا، تصريف فيرب الير معاها هي. ليزيليف التلاميذ عندهم افوار كور، ما تنساش ان افوار كور او افوار ان كور او افوار زائد مادة دراسية بتعادل ان هو فيرب افوار، دايما بيعني ان هو عنده الحصص. حصة الرياضيات بتكون، خلي بالك ان حصة هنا مفرد، حصة الرياضيات علي وانا تعدل الضمير نحن، فبناخد طبعا الو علي وانا، لكن بعدها اون، يبقى صرفها زي ال بالظبط، صرفها زي ال، يبقى تاخد با اللي هي الاخيرة دي. رقم 8 او تي بارون ان فاكونس، يبقى اين يذهبون؟ لان الفاعل هنا كلمة تي بارون، تي بارون يبقى يذهبون، الفاعل اللي هو ده تي بارون. اوليسي في المدرسه ال نيابا، طبعا اخدت نيابا عشان في دو، لو لاحظت هنا هتلاقي في دو، فاخدت نيابا واستبعدت اليا طبعا. نو وبعدين نو افيك مدام لوغان كلاس، يبقى نحن نكون، الترجمه لابد تكون نحن نكون هنا في الجمله اللي قدام. لولاندي يوم الاثنين جولي عندها حصتين، يبقى اللي عندها او تملك طبعا. من يذهب؟ احنا عارفين ان كي بتصرف زي ال، يبقى ياخد ضاع على طول، لان كي لو سال عن فاعل في الجمله، وكي بيسال عن فاعل عاقل، دايما يعادل الضمير ايه؟ ال. ما جراند مير، جدتي بتكون بلوند شقراء، يبقى ياخد مؤنث. ما مير اليزيونوار، طبعا كلمه عيون تاخد دايما جمع مذكر بعدها. الجملة اللي قدامنا لو بريمير كور، الحصة الأولى، وكلمة حصة مذكر هتبقى لو بريمير كور. ماريون عينيها، طبعا عينيها مارون عسلي، على أساس إن أنا ما عنديش صفة هنا جمع مذكر إلا مارون، لأنها لا تجمع ولا تتغير. الصفحة اللي بعدها لي في البنات، سون البنات بيكن، لابد الصفة تكون جمع مؤنث، ماشي. فأنا عندي هنا كلمة شتان، طبعا جمع مؤنث، فهاخدها. ما كاميرات اي صديقتي، تكون جروس، لان صديقتي هنا مؤنث طبعا. جي في او كلوب افيك، انا اذهب الى النادي مع
مي بارون والدي، لان كلمه والدي جمع. مي لونيت سونت نظاراتي، بتكون بتات جمع مؤنث، لان كلمه نظارات هنا جمع مؤنث. جي باس دي بون فاكونس، انا بقضي اجازه سعيده، كلمه بون هنا جايه عشان كلمه فاكونس جمع مؤنث عندنا. جوليا اي مالير الا باتينوار، ساحه التزلج مؤنث فتاخد الا، لان احنا قلنا ان فيرب عليه بياخد حرف الجر ا مع الاماكن ويحصل ادغام طبعا، وحرف الجر شيء مع العاقل او ضمائر للتوكيد. جو سوي مالاد انا مريض، جو مالا لا تات انا عندي الم في الراس، الا الا تات يعني في الراس عندنا، وده شيء مهم جدا. 24 جو مالا لا ما، يعني انا عندي الم في اليد، وكلمه ما زي ما انتم شايفين طبعا دي كلمه مؤنث فهتاخد الا، شيل الا هنا اهي. واللي بعدها برضو جون هتاخد الا، يعني ما بعدناش. ستين اورلوج او ستون اورلوج، هل هذه ساعتك؟ طبعا كلمه اورلوج دي كلمه مؤنث مبدوع باش، والاش هنا يعتبر حرف متحرك، بس هناخد تون لان اي مؤنث مبدوع بحرف متحرك بياخد تون. ستان وباليكول دي مدرستك الجديده، ونعم سي مونيكول انها مدرستي الجديده برضو، عشان ان كلمه ايكول مبدوعه بحرف متحرك فخدنا مو، وانا بجاوب على طه هنا فهحولها لحاجه تبع جو طبعا هتبقى مو، على اساس ان انا هستبعد ما، لان المؤنث المدوب حرف متحرك بستبعد ما وطا وصا. هنا لو براسيلي اي تا ماريون، يعني البراسيلي الحزازه دي بتاعت ماريون، يبقى سي سون براسيلي دي الحزازه بتاعتي. لو لو تريستير طبعا الكره الارضيه دي كلمه مذكر فهناخد لو سي، وبعدين كوربي ابابيير احنا عارفين ان كلمه كوربي ابابيير دي كلمه مؤنث فهناخد لا ولا اين، هنا تبقى اين طبعا. ها سوني با ان سوكلات، كلمه سوكلات يعني هيكل عظمي، ودي كلمه مذكر طبعا، وهنا مش هتاثر بالنفي عشان فيرب اتري. جيفي او كلوب لو ماتان، انا بذهب الى النادي في الصباح، فترات اليوم بتاخد دايما اداه معرفه قبلها. ستين سال دو كلاس، انها غرفه دراسيه او حجره للدراسه. الجمله رقم 34 جيرون ترشيموا، انا بعود عندي، بعود للبيت بتاعي امتى بقى؟ امي دي ظهرا، امي دي بتاخد حرف الجر اه لان دي بتعتبر مواعيد محدده. دون مون لسي في مدرستي اليا ان جيمناز، يوجد صاله العاب. جيني با الجمله منفيه، هحول طبعا الى دو او دو ابوستروف طالما في ناف، يبقى هنا هناخد دو. سي وبعدين ان سي دي اي، سي دي اي اللي هي مكتبه الوثائق المعرفه. لوستيلو روج اي اكي، بيكون الى من ده طبعا لسؤال عن الملكيه، واخد بالي قوي من السؤال ده. اكي الترس، الى من تكون المقلمه، فهلاحظ ان انا هنا هاخد ا وبعدها كي، الى من تكون المقلمه ده للملكيه برضو. اليا كوا، ماذا يوجد في فصلك؟ اليا كوا، لان طبعا كاسك ما تجيش ابدا، كاسك دي ما تجيش ابدا في او في نص الجمله، هتيجي في اول الجمله بس. طبعا اليا ماذا كيف دي مش هتنفع، كومبيان دو بتعوز اسم بعدها. سون لي بارتي دو لسي، طبعا كلمه بارتي دي ايه؟ مؤنث وجمع، فانا اروح رايح جري واخد كل عندنا في الجمله اللي قدام. الجمله اللي بعدها تيا كومبيان دو كور، يعني عندك كم حصه؟ كومبيان دو يعني كم، فانا هختار طبعا كلمه كومبيان دو اللي هي الاخيره اللي عندنا دي. هلاحظ بقى في الجمله اللي بعدها مكتوب كومونس لو كور، قال له اويتير، طالما في ساعه محدده يبقى انا هسال دايما بايه؟ اكولير، في اي ساعه؟ اكولير اللي هي الاخيره دي. ريكرياسيون يعني الفسحه، ودي كلمه مؤنث هناخد لا، لان كل اللي اخره سيون، كل اللي اخره المقطع دول اربع حروف دول فهو مؤنث دايما. افير دي جمع مؤنث فهاخد لها كل، يعني ايه الاغراض اللي بتوجد في الشنطه بتاعتك، فانا هاخد كل هنا. اوبجي دي طبعا جمع مذكر فهناخد كل اللي هي قدامنا دي. في السؤال الاخير ده قال لي الى من يكون هذا القاموس، يبقى الى من يكون هذا القاموس، هاخد اكي لانه جاوب عندنا هنا لو لاحظت بابيير، ابيير يبقى حسب بعاقل اللي هي اكي. في الجملة رقم 48 تيا مال او فونتر، يبقى او طبعا، واو هنا هيبقى معناها اين، يبقى هناخد او لانه اجاب هنا في الاجابه لو لاحظت او فونتر يبقى اداني مكان. ما تيا يبقى كومبيان دو، ما كم يد انت تمتلك، مش هقول له اي وايدي طبعا، هنا جمع ما فيش، يبقى انا هضطر اخد كومبيان دو. كومبيان دو
إليه كالير، طبعا كالير هنا هتبقى مؤنث لأن إير. بوري جارديرا فيلم، شوف أنا رحت الإجابة قلت بوري جارديرا فيلم، وأنا عارف أما بيبقى فيه بور زائد مصدر فعل يبقى أنا هختار دايما بوركوا، أما بيبقى فيه كار أو بارسكو طبعا إحنا عارفين إن كار معناها لأن، وبارسكو برضو معناها لأن، بيجي بعدها جملة كاملة والسؤال عنها بيكون ببوركوا، يبقى بوركوا الإجابة بتاعتها بتكون بور زائد مصدر فعل أو كار وبارسكو، بس الأساس اللي علينا هو بور زائد مصدر فعل. ماتير بريفيرتي، كلمة ماتير جمع مؤنث يبقى أنا هختار كال. تيا اير دو مات، انت عندك كام ساعة؟ يبقى كام ساعة رياضيات يوم الايه؟ يوم الثلاث. سي براسيلي اي اتا سور، يعني إيه اما سير، يعني البراسيلي ده بيكون بتاع اختي، نعم ده هو بتاعها، يبقى ال عايدة عليها هي، يبقى هناخد ال. كومبيان دولاف، طبعا هنا هيبقى دو ابوستروف طبعا، وهتبقى الجملة واضحة جدا قدامي ان كومبيان بتاخد دو او دو ابوستروف. اللي بعدها إلسابيل مارتان، يبقى الوي لان ضمير التوكيد بتاع إلا هو الوي، ابص الإل ده وشوف ضمير التوكيد. إلا فيك اس، ضمير التوكيد بتاعها طبعا او. سي تون ساك، انها شنطتك، لو ساك اي تاتوا يعني بتاعتك انت ملكك. كيل اور تيل، الساعة كام؟ هناخد إل طبعا لان الساعة دايما بتاخد إل تعبير عن الوقت. مون بير والدي فا شي لو ميدسان، لان احنا قلنا طبعا لو الليجا بعده عاقل فبناخد شي كحرف جر او لو في ضمير توكيد. اهم الايميلات هنقراها بعناية ونقرا معانا الموضوعات المهمة بالنسبة لنا، زي الحديث عن الميول، زي ان انا هتكلم عن اليوم الدراسي، هتكلم كمان عن وصف المدرسة، وهتكلم عن وصف السي دي اي، وطبعا ممكن ان انا اقدم صديق في الفصل واتكلم عن الوصف الجسماني او الاخلاق بتاعه في جمل محدودة هي، او اقدم نفسك وتكلم عن وصفك انت، اقدم عيلتك، تحدث عن الانشطة اللي انت بتمارسها في نهاية الاسبوع. ده كان جهد مشكور جدا من كتاب مرسي، وميرسي لكتاب مرسي.